بعدما تسببت الحرب اليمنية في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية في العديد من المدن الرئيسية وإغلاق الموانئ، طالبت الولايات المتحدة أطراف الصراع اليمني إلى وقف إطلاق النار خلال 30 يوما والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب بالبلاد. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمها معهد السلام الأمريكي بالعاصمة واشنطن إن الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة. بدوره دعا وزير الخارجية مايك بومبيو إلى وقف جميع الأعمال القتالية في اليمن، كما دعا إلى دعم المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سلمي. وأكد بومبيو في بيان الثلاثاء على ضرورة وقف القتال المستمر في اليمن منذ عام 2014 والشروع بمفاوضات لتحقيق السلام في البلاد. وقال أن بلاده تدعو لدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث من أجل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأعمال العدائية والهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة من مناطق الحوثيين على السعودية والإمارات. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة وقف التحالف العربي بقيادة السعودية قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في اليمن، وأكد على ضرورة بدء مفاوضات مستقلة في بلد ثالث خلال نوفمبر القادم تحت رعاية المبعوث الأممي لتطبيق إجراءات تعزيز الثقة في التعامل مع المشاكل الأساسية للقتال وسحب القوات من الحدود والتخلص من الأسلحة الثقيلة تحت إشراف دولي. ويواجه اليمن أزمة إنسانية متنامية مع استمرار القتال بين حكومة عبد رب منصور هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.